على مجرى وادي الشعب الذي يخترق المدينة العتيقة لأسف، تتواجد حديقة شيدت سنة 1928. أطلق عليها أهل أسف اسم جنى الفسيان بمعنى أوفيسيي أو ضابط، لأنها كانت محادية لسكن أحد الضباط الفرنسيين آنذاك. تحتوي داخل سياجها على تركيبة نباتية غرست وفق تصميم حدائقي خاص، يجعل زائرها اليوم ينسج في مخيلته كيف كان حالها عندما كانت عنصر راحة وترفيه. فعبد الله فرحات الأستاذ المتقاعد يصفها بأنها كانت جوهرة، فقد ارتادها عند صباه. أنيقة فيها محلات ديال الجلوس، كانت شهوات تشوف الأمهات تيجمعوا تيديروا التريكو ولادهم تيلعبوا قدامهم، والوسط كانوا شوارج فيهم الحوت الأحمر. وإذا كانت المساحات الخضراء من المكونات الهامة داخل المشهد الحضري، فما الذي جعل حديقة جنى الفسيان تلبس حلة اللامبالاة والنسيان؟ يفكر المجلس البلدي في إعادة الاعتبار لحدائق بالحدائق بمدينة أسفي وعلى رأسها حديقة جنى الفسيان، نظرا لأنه موروث تاريخي لهذه المدينة. موروث بيئي تاريخي، ها هو ينادي بضرورة الاعتناء به ولحمايته من التمدد العمراني حتى يستقبل أسر المدينة من جديد.